نهاية انت انتخابات. نقلتني نقطة بس ما دام وصلت لها خلينا برضو نغطيها. باشمهندس عامر، انا عندي اتحاد كورة موجود في عدد كبير جدا من اللجان اللي كل واحدة ليها دور او منوط بيها انها تكون ترس في مكنة كبيرة جدا عشان منظومة الكورة تشتغل. عندي لجان شؤون لاعبين، عندي لجان حكام، عندي لجان مسابقات، عندي كل اللجان لجنة مستقلة كلها حاجات تبع اتحاد الكورة. كلها تبع اتحاد الكورة. دلوقتي دور الرابطة او ازاي، هل الرابطة هيكون ليها صلاحيات فيما يتعلق بالاعمال اللي بتقوم بيها او المهام المكاللة للجان دي، لا ولا فيما يتعلق بس بالتعارض اللي بيحصل مع مسابقة الدوري الممتاز هيبقى ليها الصلاحيات دي؟ هي رابطة الأندية أنشأت لجنة لإدارة المسابقة، اللي هي إدارة بس المسابقات بتاعت الدوري الممتاز. طيب. ما هو اتحاد الكرة عنده بقية المسابقات الحكام بتاعته. لجنة مستقلة. أيوه. اللجنة هيبقى في حد فيها مسؤول بتواصل مع اتحاد الكرة، لجنة الحكام لتعيين الحكام للمباريات. تبعت لهم حضرتك المباريات اللي اعتمدتهم الرابطة، بيعين لك حكام، ولو طالب حكام أجانب أو بتبعت للجنة الحكام. يعني القرار فيما يتعلق مثلا بحكم تم تعيينه لإدارة مباراة، من حق رابطة الأندية إنها تخاطب لجنة الحكام غير الحكم ده أو في المباراة دي؟ لا لا، خاطب اتحاد الكرة لو في توصية. هيكون دور هنا في بعض الأمور توصية. أيوه أنا آسف، يعني هيكون في بعض الأمور توصية. توصية. لكن الحق الأصيل في الإدارة السداحة، يعني مش هيكون مش في الناحية بالذات التحكيمية، يفضل ان يكون اتحاد الكره مباشره هو المهيمن على الجانب التحكيمي عشان الاستقلاليه والحياديه. تمام. فلو كان في تضارب مصالح، تضارب مصالح، تضارب مصالح، انه الانديه اللي بتدير ممكن اذا ما تحكمت في موضوع التحكيم يبقى في شبهه في تضارب مصالح. ارفع بقى اعمل ايه؟ اعمل توصيه، اعمل رفع مقترح بالشان اللي احنا على خلاف بيه في الشان التحكيمي ده. تمام. وبالتالي في بعض اي شيء يتعلق بملف التحكيم هيبقى الكرة من خلال اتحاد الكره ومن خلال لجنه الحكام تبع اتحاد الكره. الانضباط والاستئناف هتبقى لجان مستقله اللي هي بتدير معاك المسابقه. لجنه الاستئناف هتبقى بالانتخاب، الجمعيه العموميه لاتحاد الكره هي اللي بتنتخبها. لجنه الانضباط في اللائحه الجديده لاتحاد الكره هتبقى بالانتخاب، اللي هي لجنه الانضباط اللي بتدي القرارات دي، لجنه مستقله من قضاء اتحاد الكره مالوش سلطه عليها، ولا على استئناف ولا على انضباط في اللائحه الجديده. طيب. وهيبقى في لجنه اسمها لجنه فض المنازعات، هيتم انشائها طبقا للنظام الاساسي الجديد، هي اللي هتنظر اي خلاف بين رابطه الانديه واتحاد الكوره او لاعبين وانديه. هتبقى فض المنازعات دي هي المختصه بيها، مش هتروح للجنه شؤون اللاعبين زي قبل كده. ايوه. فهي دي اللي هتبت في المشاكل اللي بين الانديه ورابطه الانديه. الانديه بقى اختصاصاتها هتبقى اختصاصات الرابطه هتبقى ايه؟ انشاء وتوزيع الحقوق العلوم الدكتور. عند حضرتك اللي هو مثلا مسابقه كاس مصر لازم الاتحاد يبعت لي وانا اللي بنظمها، بس بيبعت لي هبتدي امتى وانتهي امتى واسماء الانديه، والرابطه اللي بتكمل. ايوه. الاداره بتاعتها. تنظيم المسابقه يشمل انك بتحط جدول، انك انت بتحط مواعيد بدء ونهايه. الاجنده الدوليه هتتبعت، المنتخبات القوميه هتلعب امتى. ايوه. هي بالظبط حضرتك الشكل التكاملي ده لازم يتم، اللي هو عندي اجنده دوليه وعندي ارتباطات وعندي مسابقات متتاليه، وبالتالي الرئيس لجنه المسابقات هو بيلعب الدور الايه؟ التنسيقي ما بين الاتحاد وما بين الرابطه. الرابطه انتخبته واختارته وادته ووكلته باداره الجانب الخاص بتنظيم المسابقه. أيوة. وادارتها، لكن في النهايه هو فيش في معزل عن لجنه التحكيم ولا الادارات الاخرى اللي بتنسق مع العمل من خلال رابطه الانديه. تمام. هي الرابطه مش هتكون، على فكره حضرتك في سؤال مهم بيطرح نفسه، مقر رابطه الانديه اين؟ يعني المكان بتاعه هل هو اتحاد مستقل الكرة عن اتحاد الكوره ولا هي، ولا هو يبقى جزء لا يتجزأ اتحاد الكوره؟ ده برضو يعني في اللائحه الجديده اللي لسه لم يتم اقرارها ونشرها في الجريده هيبقى ليه مكان مستقل بذاته خارج الاتحاد، بس ده في اللائحه الجديده اللي هي لسه التي لم يتم اقرارها لسه. اللائحه القديمه هو طب مش احنا بنتكلم على انه في حال ما اذا تم انتخاب وتشكيل المجلس اللي هيمثل رابطه الانديه، بنتكلم انه ابتداء من الموسم الجديد اللي خلاص على وشك انه ينطلق هيتولى المسؤوليه ده بامر بشكل فعلي تشكيلها واول اجتماع هم اللي هيديروا المسابقه دي، بس اللي بيدي الرخصه للانديه لجنه تبع اتحاد الكوره اسمها لجنه تراخيص الانديه. دي حاليا في الموسم ده اتحاد الكوره اعلن من 30 سبتمبر ل 21 اكتوبر الانديه ال 18 تبعت المستندات اللي هي بتشمل خمس حاجات.